بإصرار تقضي هؤلاء الفتيات العشر ساعات في عزف أنواع الموسيقى بالعديد من آلاتها استعدادا للإعلان عن مشروع هو الأول من نوعه في البلاد، أول فرقة موسيقية نسائية متخصصة. صمم هذا المشروع خصيصا للنساء والفتيات لندرة وجود النساء في الوسط الفني. يهدف المشروع إلى تشكيل فرقة موسيقية نسائية، وهذه تعتبر الفرقة الأول في عدن واليمن، وسيكون مخرج التدريب طبعا التنظيم لأول حفل موسيقي نسائي أمام الجمهور. هذه الدورات تعلمت على آلة الجيتار يمكن حوالي لنا 3 أسابيع أو 4 أسابيع لليوم. استفدت كثير، يعني كنت ما عنديش أي خلفية في الجيتار ولا كنت أعرف أعزف حاجة، فعلمونا احنا كثير، يعني عاد باقي شوية بنوصل لمستوى أرقى يعني وأحسن. مبادرة ضمن مشروع الفن مهنتي الذي يهدف لتدريب النساء في مجالات الثقافة والموسيقى، ويهدف المشروع أيضا لإعادة القطاع النسائي إلى خوض غمار مجالات انقطعت عنها لفترة طويلة في مدينة عدن التي كانت رائدة في الفن والموسيقى. أجيت هنا للمعهد ده علشان يعني أقدر يعني أطور في الموسيقى، وطبعا الموسيقى طبعا هي غذاء الروح. طبعا أنا اخترت الأورج لأنه الأورج يعني بالنسبة لي أسهل لي، وكان يعني أعتمد على الأصوات. هوايتي من زمان أني أدرس العود، يعني شغف، وبالذات اخترت آلة العود لأنه من التراث الشعبي. لما دقيت لهذه الدورة كنت طبعا صفر ولا فاهمة أي حاجة فيه، فاستفدت كثير. إلى الآن يعني بديت أحفظ الأوتار وبديت أتعلم العزف. وتريني بنسى جفاك واشتهي العذاب. تتسم هذه التجربة بالكثير من الإصرار والتحدي خصوصا من قبل الفتيات، وهي تجربة تعكس أيضا استعادة مدينة عدن لرونقها الجميل رغم ظروف الحرب المستمرة في البلاد. عندي فضول تجاه آلة الكمان بأنه هي آلة صعبة ومش أي حد ممكن يتعامل معها، وإن اشتي لها إحساس واشتي لها كذا. فلما دخلت صح إنها متعبة بالبداية، إنما استمتعت فيها. تدريب البنات هذه في منظمة معينة تساعد في هذا، جابوا 100 بنت واختاروا منهم 10. أنا هذول بتولى رعايتهم أنا بأساتذة حقيقيين. رغم كل شيء تصر هذه الثلة من الفتيات على خوض غمار التحدي في مجال الموسيقى ليفتحن بابا جديدا في عدن، المدينة التي تستعيد رونقها متحدية هي الأخرى كل الظروف. ردفان دبيس، العربية، عدن.